زمالك فتح الحوار من يومين. كابتن ميدو معاك نادي الزمالك فتح الحوار من يومين. لا انا عايزك تتحرك من مكانك شوية عشان الخط بيقطع. لا اتحرك تاني، اسمعوا يا جماعة، اول ما السور يبقى بيور الصوت يبقى بيور الدهوني. يعني مثلا ما انا قلت نادي الزمالك فتح الحوار بالنسبة لويليام جيبور من يومين، ومعلوماتي المؤكدة ان الاهلي هيغلق الحوار بالنسبة لويليام. ميدو معايا؟ معاك يا كابتن. اوكي. نادي الزمالك فتح الحوار بالنسبة لويليام اللي في الصورة ده من يومين. تمام. تمام. القيمة المالية زي ما انا قلت كده ولا اقل من كده؟ 5 مليون. لا خالص. بعيد عن الرقم ده. لا بعيد جدا. بنتكلم في مليون ونص وحاجات كده؟ بالظبط، لان ويليام لا مش عارف القيمه بالظبط، لان الموضوع يرجع لاداره الجيش، لان الموضوع مع نادي الجيش لكن ما فيش 5 مليون دي خالص كده. اوكي. يعني بنتكلم بداله سنه واحده بعد. فضل سنه واحده مع الطلائع. مع الطلائع. خلاص يبقى كبير الرقم اللي احنا بنقوله، مليون مليون وربع حاجه زي كده يعني. طيب سمين. وبالنسبه لايمن حفني؟ ايمن برضه نفس الشيء، نفس ويليام. ما يعني الموضوع مفتوح بقاله اسبوعين ولسه مش عارفين الامور هتوصل لفين، يعني لسه ما فيش جديد، ما فيش حاجه رسميه. ما بس هو الاهلي انا عارف انه فتح خط قوي جدا مع اللاعب. بالظبط، انا بقول لحضرتك مفتوح من فتره، لكن لسه ما فيش اي حاجه رسميه كابتن، حضرتك اكيد عارف. بيبقى في كلام لكن ما فيش حاجه رسميه. طيب والزمالك هل اتكلم بالنسبه لايمن؟ ايوه. يعني ما لسه برضه ما فيش حاجه اكيد يا كابتن، يعني ما فيش حاجه اكيد وصلت. واضح ان هو ايمن حفني في طريقه الى الاهلي. يعني انت وكيل ايمن ووكيل ويليام جيبور. كابتن. اما احمد حسن مكي خلاص الموضوع انتهى مع الاهلي. احمد في طريقه ان هو خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى مع الاهلي. انا بشكرك كابتن ميدو، شكرا جزيلا. اتفضل. شكرا جزيلا. ظهر بقى لاعب على السطح وهوريكم كده لقطات انفرادية.